خاصهم الاعدام، هذوما عيدوا على خاطرهم لا والو، خاصهم الاعدام، خاصهم الاعدام، خاصهم الاعدام. الله يلقيها لهم، الله يتبعهم لبنا، الله يجدد لهم العرش. مساكن علاش مساكن، علاش مساكن، علاش مساكن، علاش مساكن، علاش مساكن، علاش. تفاجئنا بواحد جريمة قتل بشعة، على أنني أنا كنت بالجوار تاع الجريمة، مجيت عند واحد مون طلامط، دافع عنده الطلامط ديالي، وخويا كلشي مصدوم وما عرفناش شنو كاين. تقول المرأة مشات ميتة، ولينا عايشين في رعب، ولينا عايشين في رعب في ديورنا، خايفين على أولادنا، خايفين على وليداتنا، على ديورنا. اللهم إن هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إن هذا منكر. ومن هذا المنبر تنتوجهوا أن المخزن داير الخدمة ديالو، تنتوجهوا لصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره، بأنه هاد الناس اللي كيعذبوا الناس والأرواح اللي كتمشي بلا حتى شي حاجة، ولينا تنخافوا نجيو لديورنا، ولينا تنخافوا بأنهم يهجموا علينا. أه أختي، حنا مقيمين بأوروبا وما بقيناش نقدروا نجلسوا في ديورنا، اللهم إن من هذا منكر. ومن هذا المنبر تنوجهوا لمحمد السادس صاحب الجلالة، عاش الملك، بأنه ياخذ عاش القضاء وعاشت العدالة، لأن هاد المجرمين ما بقيناش، ولينا عايشين في رعب، ولات عندنا حرب سلمية تاع السيوف. من هذا المنبر صاحب الجلالة تنتوصلوا ليك بأن وسيد الحموشي راه داير خدمته، ولكن يزيدوا يديروا حملات تطهيرية. ولينا كنشوفوا السيوف مع السبعة العشية، ولينا كنشوفوا الماس مع الربعة العشية، ما بقيناش نقدروا نمشيو مخيمين مع وليداتنا، اللهم إن هذا منكر. أول البارح شنا وتشاهدنا هنا في المحل وتهلا فينا، ما عنده لا عدا ولا مع هنا مع شي وحدين، مهما تدخل هو للدار والإدارة تحل الباب بسهولة وطلع بخاطره الإنسان. والمخزن ديالنا خصو يتصرف، يتصرف باش ما بقاش علينا حنا هاد الشوه بزاف في المدينة. عاد جات المرا من صفر هي وراجلها، راه خصهم الإعدام، ساكن ذبحوني وراه خصهم تاهما الذبيعة، خصهم الشوه كيما ذبحهم تاهما خصهم تاهما يتعذبوا بحالهم أسيدي. راه الإعدام خصهم، هذه المرا مسكينة عاجات من صفر. أش غنقولك أخويا، أش غنقولك أخويا، ولا لا حنا ما عارفين حتى حاجة أخويا، ما عارفين حتى شي حاجة، لا ما عارفين والو، ما عارفين حتى حاجة. تنشوفوا الإجرام كثر، خصنا بنادم اللي كيقتل خو خصو يتعدم، خصنا الإعدام في المغرب، خصنا الإعدام، خصنا يطبقوا الحق ديال الإعدام. ماشي بنادم يكتم غادي يخاف على خوتو، يخاف على ولادو، يخاف على حبابو، شنو هاد الشيء؟ هذا راه المنكر، المنكر أخويا، المنكر. واش السيد جالس في دارو هو ومراتو يذبحو؟ خويا ولاد كيخلعوا والله، ولا كنخافوا على وليداتنا. أنا ساكنة في أوروبا في فرنسا، مي بلادي كنموت عليها وكنحماق عليها وكيعجبها، مي تشوهنا ليه، كنشوفوا هادشي في الانترنيت في الفيسبوك، تشوهنا تشوهنا بزاف، ولا اكثر من الجزائر، اكثر من كاع. كنقول لهم بلادي راه ماشي هكا، راه ما كناش هكا، هادشي راه بزاف، هادشي ما جاي من لادروك، مي غايجي هادشي. داك الكينات اللي دابا الكينات اللي كيشربوا ما عرفتش سميتو، زعما هادشي حشومه والله، الله يسر. دابا حنا ولينا كنخافوا بزاف، لا لينا انا كنخافوا على وليداتنا، والله يحفظه صافي. وسي سليمان كبرت فيه وانا صغيره، ما عمر هادشي كان هكا، ماشي غير بشيعة، راه ما بغيناش حنا نشوفوا غير الحولي اللي يذبح، راه كنخافوا عاد نشوفوا هذا الشيء. اللهم هذا منكر، هذا الشيء اللي نقول، اللهم ياخذ فيهم الحق وبارك علينا بهذا الشيء اللي كيدار. الشيء هذا راه الاجرام، الشيء هذا الشيء هذا راه الاجرام بزاف على الشيء هذا خويا، ما بغيناش الشيء هذا. الله يجعل ربي يدير شي تاويل الخير، الله يفضح المجرمين يا ربي، لما داخل الحق الله يجعل ربي يدير شي تاويل الخير يا ربي، لما يفضح المجرم يا ربي يا الحبيب.